هكذا عاد الشعار الشهير الشعب يريد إسقاط النظام للظهور مرة أخرى بين التونسيين، هذه المرة في أربعينية المعارض اليساري الراحل شكري بالعيد. المتظاهرون هنا جاءوا في مسيرة من مقبرة الجلاز وصولا إلى أمام مقر وزارة الداخلية بقلب شارع الحبيب بورقيبة في وسط تونس، حيث اختلطت الشعارات السياسية بالشعارات الاجتماعية والاقتصادية. نتعرف على إحدى المتظاهرات التي جاءت للمشاركة في هذه الوقفة. مطالبنا اليوم نحبوا نعرفوا مقاتل شكري بالعيد، نحبوا الحكومة الموجودة توا تعطي حقوق للشعب التونسي، خاطر الفقر كثر، ماهيش عدالة اجتماعية، ياسر ظلم، نحبوا طالبوها باش تحكم للبلاد وتحقق مطالب الشعب والا تمشي. حادثة اغتيال شكري بالعيد أدت لإسقاط حكومة حماد المجبالي، والآن جاءت حكومة جديدة بقيادة علي العريض، ولكن هذه الحكومة ستكون مسؤولة أمام الملايين من التونسيين لتنفيذ ما قامت من أجله ثورة التونس. من قلب العاصمة التونسية عمرو جميل، BBC.